ما سماش إرادة سياسية للنهوض بالتربية. الإرادة الوحيدة توجدت بعد الاستقلال بعض السنوات، واعطات مدرسة ممتازة، واعطات بلد يحلو فيه العيش، واعطات تونس المتقدمة، وبعد انتهى الأمر، أصبحت المدرسة لم تعد شأنا وطنيا. أنا قعدت عام ونص وزير التربية، ما شفتش من الحكومة التونسية اللي كنت فيها غير على التربية، ما شفتش على التربية هي اهتمامات الأولين للحكومة. شفت الاهتمامات متى لبست أنا، شفت برشا اهتمامات، ما شفتش اهتمام لها. إلى اليوم سعلاد لا أرى إرادة سياسية حقيقية للنهوض من المسألة التونسية. ها تو فضحنا هذه باستثناء الكلام الفارغ والكلام الفارغ والكلام الفارغ. وفي حين الحلول سهلة ما أسألش منها، هذا ملف